ريان. لكن في نقطة تانية يا كابتن سيف عايز أأكد لحضرتك عليها، يظل سيرينو حتى الآن أحد خيارات بيتسو، وانا مصمم متمسك بيه. او انت ماسك في سيرينو ده؟ لا انا اللي مش متمسك بيه، النادي الاهلي وبيتسو هم اللي متمسكين ليه بسيرينو. يعني لاعب بيتسو شايف من وجهه نظره ان اللاعب ده هيفرق معاه جدا وجوده في النادي الاهلي، هيغير حاجات كتير في النادي الاهلي، رغم انضمام بيرسي تاو للنادي الاهلي يظل سيرينو احد خيارات فرقه النادي الاهلي. النهارده فرقه سان داونز بتبحث عن لاعيبه من امريكا الجنوبيه عشان لو الصفقه تمت، واعتقد يعني سيرينو مازال قريب من النادي الاهلي، الصفقه ما انتهتش، ما وقفتش عند الموضوع ده. اللي معطل الصفقه الخلافات فقط اللي بين مجلس اداره سان داونز وبيتسو مدرب النادي الاهلي، الخلافات اللي بين نجل رئيس سان داونز السابق اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي الحالي، والخلافات اللي بينه وبين بيتسو، دي النقطه الوحيده اللي معطله الصفقه. لكن الولد نفسه ويتمنى الانضمام للنادي الاهلي، وبقول لحضرتك يعني لو النادي الاهلي زود المبلغ المالي وإدارة سان داونز هتوافق.